او ماي جاد يا ستير لك شويه حبايبنا. هلو يا ستير كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كاش دوام. احنا رجعت لكم مقطع جديد شباب حبيبي، والله نورتونا مقطع جديد جماعه. مبارك عليكم حبايبنا الكرام. انتم شايفين شاب عنا هون بربر ذهبي معلم، شي اور شي جولد شي ذهب شي حبيبي والله. مش ما انتم شايفين حبايبنا الكرام، متحمس كثير. تمام، قبل ما نبدا المقطع حبايبنا الله يسعدكم يا رب، لا تنسونا اهم شيء تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يعني الناس بتستنى بركات ان شاء الله. يلا اصبروا يا شباب، بدنا عليه شيء. اوكي حبايبنا الكرام، انتم شايفين شباب عنا هون البربر اللي ما اعرف شو خاصيته الصراحه، يعني مصدوم يعني من شكله معلم الصراحه. شكل ايه تمام معلم، شي بلوز شي يعني معلم، شي ناهي شي ناضي ناهي لوز اللوز. اوكي حبايبنا، ما انتم شايفين شباب هون عنا برج التوكن اللي بكره هذا الحدث. تمام، سو رح ندخل نحرق ابو شريك ونجرب معلم اول 5 لفات ان شاء الله يطلع لنا شيء توكن. ايه تمانو بيض، يلا شو يطلع توكن معلم؟ توكن نايس. وهي اول توكن حبايبنا الكرام، ايه تمانو. وهي الثاني ما في توكن، ما في توكن معلم. يا اخي بدنا نشيل هي. طول بقى طول بقى طول، نعمل هي هيك ان شاء الله شيء توكن معلم. يعني يا اخي الاحداث هذول معلم يعني بقول لي بهي التوكن الثاني معلم حبيبي والله. يلا كمل، نعمل على تظهر لي هذول، نعمل لك خفه يا زلمه. يلا معلم، يلا باقينا كم توكن معلم؟ توكن معلم، اعطونا شي توكن يا زلمه، عيب عليك. ما يعطينا توكن، يلا توكن 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 توكن. اوكي شباب، انا حاسس انه راح يكون وضع خطر. تمام، نعمل هيك، شو يطلع لنا شي توكن؟ ما في توكن. نعمل هيك، وي احلى توكن يسعد دينك، وي احلى توكن شباب بلوس. باقينا 2 توكن نستطيع نحصل هذا الشوتجن البربر. البربر شباب الكلخن شباب عم يعني الخنز عم يطلع من مني معلم. هلا شايفين معي تشيف حبيبي والله. طبعا هون شباب في كثير اشياء معلم، مبنى يوم كلياتهم. اهم شيء نجرب البربر 29 ان شاء الله يطلعنا شي توكن. توكن معلم، ما في توكن. باينه اقسم بالله باينه ما راح يطلعنا توكن معلم حبيبي والله. تعال هون توكن يا زلمه، ولك هاد توكن ولا ما بده يعطينا توكن؟ يا الله حبيبي والله. اوكي اخر توكن شباب، ان شاء الله يا رب يطلع لنا اخر توكن شباب. هو يعني اللي بينشف بينشف الري معلم. تمام يطلع لنا. اوكي يلا روح لف. اوكي بيض 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 معلم. يلا يلا يا زلمه اخر توكن ربك ولو. يلا بجريك يلا روح. ما بدي يطلع ما بدي يطلع ما بدي يطلع ما بدي يطلع. اوكي وبعدين معلم، وبعدين يا زلمه، وبعدين يا زلمه شو هيك؟ يلا ولو توكن اخير يا زلمه. يا زلمه يا اخي شو بدنا نعمل؟ تعال نرجع على الجولد معلم. قول لي في عندهم سكين حلو. ووو يا سلام والله نجيب اللوز هذا اللبسه هاي حلوة هي. وين هاللبسة كمان؟ حبيبي والله شو هاللبسة اللي عند المعلم هذول؟ التمانو شو هي؟ ثواني شوي نجي لهون. لفة هي لفة عادية معلم. نرجع البربر. اوكي 3 عناصر، خلينا نعمل نستبدل شغلة 3 عناصر معلم. لا طول بقى طول بقى، كم واحد باقي معلم؟ لازم نفضي الحقيبة. في معلم نحرق ابوهم يا زلمة والله. يعني والله لازم يطلع لنا معلم، والله حرام عليهم، والله اقسم بالله يا شباب. ترى الحساب يعني بيض معلم. حساب جديد يعني مو كثير يعني ما فيه الفلاد يعني. او ماي جاد يلا معلم. الشيء الحلو شاب انه اللفات يا اخي، ولك شفت التوكن كل التوكن راح يطلع لي. يلا لا والله انا حاسس معلم راح ينشف لنا الريقه هذا. لك ليك التوكن على اليسار ولو. يلا ابوس ايدك ما عم اطلع. يلا بربك بربك معلم. والله يخليك. يلا معلم التوكن معلم. يلا ولو ما طلعنا. يلا التوكن التوكن يسعد دينك. نايس هيك جبنا ابو البربر شباب. تعال هون تعال لك شباب، لك ثواني حتى هون في عندهم. اعطوني والله جواز حلو عند المعلم، اعطوني هذا السكين شي باللوز. ايه تمانو يسعد دينك. شو هي هيك نظرة الذهبية شباب، النظرة الذهبية شباب. تعال هون شوف شكله معلم على الاسلحة. ندخل على المتجر شوف شوف الدمج تبعه معلم. ما شفنا وين هذا شو تقل بربر. طب هذا ما بيتطور، انا فكرت بيتطور بس حبيبي والله. وين ميزاته هذا؟ الميزات بعيدة وينهم شباب؟ ليش ما طالعة؟ سموني شوي
او ماي جاد شباب، لا 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 لا، ثواني جاب لك، صارت معي هون صدمة كبيرة يا شباب. او ماي جاد، لك حبايبي انا نسيت انه بالسيرفر البرازيلي والسيرفر الثاني شاف في سيرفرين ما عندهم خاصيات للأسلحة شباب. او ماي جاد، وانا فكرت ان ربي يا ربي. شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا هون ما عندهم، ما في خاصيات عندهم. صارت معنا صدمة كبيرة اقسم بالله شباب، يعني عن جد شت، عن جد شباب ما اعرف شو بدي اقول والله يا معلم. بس ما عجبك شباب، يلا بدنا ندخل نشوف شكله معلم، بالله بنجرب معلم شو بدنا نعمل. هيك صار شباب، ام سوري حبايبنا، ام سو سوري حبايبنا. بس اقول لكم شباب، اكيد راح ينزل ان شاء الله سيرفر ثاني شباب، والله بدنا نجيب لكم اياه ونجرب لكم اياه شباب، شو ما يكون كله بنشوف خاصياته معلم. بس ولكن اهم شيء شباب خلينا نشوف، يعني خلينا ما اعرف، انا عايز ابكي يا جدعان، انا عايز ابكي يا جدعان، ايه الحلاوه دي يا اخي والله شباب. كشكل خلينا نشوف كشكل معلم، ايش باللوس تمام. سوينا نضرب معلم، شكل مجو 17 اسطوره. اوكي خلينا ندخل نجربه شباب، ماشي بدنا نجرب معلم على القليل، يعني ما اعرف بدي اقنعكم، اقنع نفسي حبيبي والله. اوكي هات نشوف. بس صراحه شباب يعني تكلمنا من المزح وكل هالشيء، كشكل الصراحه شباب شكل اسطوري الصراحه تمام. هذا نازل تدريب دبل سنايبر معلم حبيبي والله. اوكي يلا ليتس جو، هات نشوف معلم، هات نشوف بس نشوف يعني شو بدنا نقولكم. اخيرا نضرب فيه رقم واحد نجرب فيه معلم. بس والله شباب يعني مفاجئ، يعني انه بالسيرفر هذا انه ما فيه خاصيات. قولي ترى حبيبي ولا معلم؟ طلع هذا جايبه بالسنايبر معلم، يا زلمه بربك يا زلمه، جاي حاطط السنايبر قطعه وما اعرف شو حبيبي والله. 17 معلم يا اخي، نعم شباب بصراحه ما بعرف بس بدي اقتل ونجرب. انا صراحه شباب انا مصدوم، ما اعرف شو داخلكم، يعني مثل ما انتم شايفين يعني تفاجأت بهذا الشيء حبايبي. خلينا ندخل عندهم نشوف الاحداث، نشوف شو عنده المعلم. ولا شو السيده حبيبي والله شباب، شايفين السكنات السروال البرازيلي هذول جداد، مو سروال، التيشيرتات تبعته والله شيء حلو. هي البطه معلم تمام، شوف شو في عندهم شباب، شوف شو في عندهم يا اخي، يا اخي والله انا متفاجئ مع انه شباب شرف البرازيلي يعني فيه كثير من الناس يعني حبيبي والله. شو هالسكين شباب، شوف هالسكين شباب ما احلاه شباب، شي باللوز اللوز. اوكي يا حبايبنا الكرام، يعني لا تاخذونا الله يسعدكم، مثل ما انتم شايفين صارت معي صدمه كبيره يعني وما اعرف شو بدخلكم. سو خبر حلو انه راح تعرفوا راح ينزل بربر جديد، هذا شيء اول. بس ولك يا شباب راح ان شاء الله اذا نزل عنا شباب نفرجيكم نجرب لكم يا حبايبنا تمام يا اساطير. سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام، لا تنسونا باللايكات والشيرات، يعني الحمد لله على كل شيء وبس، السلام عليكم.